يوجد بعض الناس من يقول لا يوجد دليل صريح بالقرآن على تحريم الخمر. لا يوجد دليل صريح وأجمع عليه أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. شلون كل هذا علم صريح إلا بكلمة حرام هكذا؟ لا، لا توجد كلمة حرام هكذا، لا توجد في القرآن الكريم. لكن مسألة هذه مجمع عليها، يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وساقيها وبائعها ومشتريها وبائعها، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. نصوص صريحة جدا في الكتاب والسنة على تحريم الخمر، ونص أهل العلم أن من قال إن الخمر حلال أنه كافر، لأنه منكر شيء معلوم بالدين بالضرورة. أجمعت الأمة على تحريم الخمر، ما عدا الآن بعض الجهلة وأصحاب الهواء الآن يقول لا ما في كلمة حرام في الخمر في القرآن الكريم، يعني مو لازم. لذلك بعض أهل العلم يقول اجتنبوا أشد من كلمة حرام، لأن حتى ابتعد يعني وليس لا تشرب والعياذ بالله. نعم.